جبلة يلي عم تشهد فعاليات أيام ملتقى جبلة للفنون التشكيلية برعاية وزارة الثقافة ومديرية الفنون الجميلة وبالتعاون مع وزارة السياحة وصالة الفنون يلي انطلقت ب 10 حزيران ومستمرة ل 17 حزيران من هذا الشهر تحت عنوان الفنون عتبة لتجاوز الآلام. لنتعرف أكثر تفاصيل عن هذا المهرجان الفني صار معنا عبر اتصال هاتفي الفنان التشكيلي الأستاذ بديع جحجاح. يسعد صباحك أستاذ. يسعد صباحكم من أهلا وسهلا العظيمة بسلمك وخليكم. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك استاذ بديع. انت من اهل البيت بس دائما معك مفاجات جديده ودائما الفنون التشكيليه اليوم في دائما شيء جديد. خلينا نحكي عن ملتقى جبله. بنعرف قديش كانت مبارحه في اجواء حلوه، اجواء موسيقيه. خلينا نحكي عن هيدا الملتقى واجواء وحتى عنوانه ملفت اليوم لما نحكي عن الفنون واثرها بحياتنا وشخصيتنا وبالمجتمع بشكل عام. صباح الخير جميعا. انا عم بحكي معكم من الابعد التاريخي الروماني لمسرح جبله المعروف، ومثل ما بتعرف انه هو حقيقه خط للملتقيات، يعني يبدا من جبله وبتوقع يعني تستمر باتجاه حلب وفرات وبعض الاماكن الاخرى. الغايه منه انه مثل ما بتعرف اليوم احنا اخترنا موقع المسرح وقت اللي بتطفي الضوء على الناس بتوحدوا الناس بالطوائف والاحياد والافكار، فبيبقى مسرح الحياة يتسع للجميع. لذلك قلنا انه دائما الفن هو عتبة جميلة لحتى يكونوا ناس تثقي ببعضها. ميزة هذا الملتقى صحيح. انه هو تمازج ما بين مجموعة كبيرة من الاجيال، يعني يبدا من 70 عام والى 9 سنوات بتلاقي زوار محيطين، حتى المرحبين فينا كفنانين من حالي جبلي، يعني استاذ الموسيقي استاذ من علي، استاذ مفتوح ميا، استاذ عامر علي، يعني في مجموعه كبيره تفاعلت بشكل اكيد. تحيه لهم كلهم اكيد. ايه الله يسلمك ويحفظك. لذلك انا بظن انه هذه الملتقيات لازم تكون عدوى كل محافظاتنا السورية الكبيره، وان شاء الله الله يبعدها كلها عن الكوارث، خاصه الكارثه الاخيره بالذات. صحيح. فبالتالي يعني اتفقنا مع 17 فنان برعايه وزاره الثقافه مشكوره باسم ربانا نسوح حقيقه برؤيه استراتيجيه ورؤيه واسعه وعظيمه. وزاره السياحه كمان مشكوره جدا، هي شريك مهم. مديريه الفنون هي القائم بهذا المشروع، والفنون هي نوع من صديق الجميع. بتعرف نحن هيك بنحاول نكون عبق للطبق، يعني دائم بتواجد مع الناس، نعمل شويه مخططات لحتى نقول انه سوريا ولاد. اكيد. ويعني باختصار بندعيكم نحن تيجوا لعنا، يعني ان شاء الله كل الفريق وحتى اللي عم يسمعونا اليوم اهلا وسهلا فيكم. نحن مستمرين حتى يوم السبت، يعني حفله الساعه 6 المساء على مسرح المدرج، ومعرض بيضم مجموع اللوحه زائد لاحقا معرض ستطرح الاعمال هذه للاقتناء والبيع وتمنح لمتضرري الزلزال. تمام استاذ بديع، يعني لفتني بصراحه عنوان الملتقى. نحن كثير عم نمر يمكن بمشاكل بصعوبات، وخصوصا مؤخرا الزلزال يلي يمكن له علاقه بالملتقى يلي عملتوه. سبت رح نحكي يمكن في حفل ختامي توضح لنا عنه اكثر، وهل ممكن انتم بلشتوا بهذا الملتقى بجبله؟ هل رح يكون بباقي المحافظات يلي فعلا تضررت بالزلزال ان كان بحلب او غيره؟ لا، بكل الاحوال خليني اقول لك انه حفل الختام راح يقدمه فرقه من اللاذقيه، هيجوا على جبلي على المسرح كورال مهم للاستاذ معروف احمد عجان. لذلك اكيد هو نحن الفكره بدات وستستمر، والعنوان اللي حضرتك لافت هي فعلا هي عتبة للتجاوز، ليست ألم الزلزال فقط وإنما ألم النفسية. اليوم العتب الروحي بألم كل سوريا من أثر الحرب والمؤامرات والاقتصاد، فنحن بحاجة بهذه الابتسامة اللي ممكن هيك للحظة نسيتي وتنسك لضفة من الحلم أو ضفة من التأمل.
لذلك هي تحيه لاحنا الصابرين حقيقه بكل مكان، تحيه لكل الناس عندهم ايمان بالخادم، ربما مع بعضنا رح يكون اجمل واقوى والطف. بتعرفي في جبله هي هذا المكان الاثري، هي مكان لل اسمه الجباله. الجباله الجباله هي بتقولي الاقرب لله باللغه السريعه، يعني اللغه القديمه اللغه السوريه القديمه. فلذلك هي نحن سوريا بكليتها، وين ما كان يصدر الثقافه والفن والجمال بكل طوائفه وتعدديته، نحن الغايه انه نرتقي بانساننا السوري الى عاطفته الكونيه بصراحه. لانه السوري ما بيحده لا دين ولا طائفه ولا مله بصراحه. سوري لحاله هي تكتمل داخلها كل هذا الالم الانساني التاريخي والحالي والقادم. أكيد، ويمكن أكبر مثال على ذلك ملتقى جبل الفنون التشكيلية والفنانين الموجودين والمشاركين، لأنه نعرف نحن يعني خرجنا من كارثة إنسانية، كان الحصة الأكبر لمحافظة اللاذقية وحلب، فأكيد هي الصورة اللي نحن دائما بنصدرها للخارج رغم كل الظروف ورغم سنوات الحرب. بالختام كلمة أخيرة أستاذ بديع حابب توجهها لكل الفنانين التشكيليين والقائمين معكم ولصالتكم الكريمة اللي اساسا هي ما بتوقف معارض فنيه رغم كل الظروف. نحن بنعرف اليوم اذا بدنا نقول الفن ما بيطعمي خبز، بس بنعرف قديش له اثر كثير كبير على المجتمع من خلال تنشئه فعليا جيل سليم نفسي بياثر بشخصيته. للامانه بالاضافه لكلامك، بس بدنا نلغي فكره انه الفن ما بيطعمي خبز. للامانه الفن مو بيطعمي خبز بس، يعني بيخلق لفاف للغنى والاستثمار هي واسعه. وهذا الجانب اللي عم نحكي عنه خلال لقائنا. انا بدي الفت نظر كل الناس حتى بمسابقتنا الوان وافكار، يزارونا الاولاد، يزارونا الاساتذه، تحيه لإلهم. اليوم كثير مهم انه نفهم انه البعد الفني له بعد نفسي. صحيح. وبعد نفسي على المستوى الروحي، زائد بعد استثماري على المستوى الاستراتيجي. لذلك تلاقي متاحف العالم، مبيعات العالم، مزادات العالم تتم على اعمال فنيه بملايين الدولارات. هذا ليس عبثا اطلاقا ولا فوضى. صح. هذه حقائق كثير مهمه على الجميع انه يدركها ويهتم فيها على مستوى عالي. والفن اساسا اثبتت كل الدراسات قديش فعليا بيعالج اليوم كثير من الناس والاطفال، له اثر كثير جميل على الشخصيه وعلى المجتمع. لهيك نحن فعليا برحلاتنا الصباحيه بنركز على الجوانب الفنيه والثقافيه خصوصا في الظروف اللي عم نعيشها. شكرا كثير لك استاذ بديع. بس خليني اختم الكلمه، نحن نقول عسى بدي تجاوز الالام، وانا ببشرك صحيح انه نحن قادرين على تجاوز هذه الالام باذن الله. صحيح. أكيد. بالختام بدنا نتشكرك كثير أستاذ بديع، وبدنا نتمنى لكم كل التوفيق بأعمالكم القادمة. شكراً جزيلاً. شكراً لكم جميعاً.